ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل بطاطا مشويه بالبشاميل. طبعا انا جبتها وغسلتها وشويتها وما خليتهاش كتير عشان ما تتحرقش ويطلع حلوه كده، ما تكونش محروقه وكده. انا قشرت البطاطا وهرستها واحط عليها شويه لبن، خليتها بالشكل ده وسويتها كده. هنعمل بشاميل، انا حطيت لتر لبن وطبعا 4 معالق دقيق كده. انا احط الفانيليا، لو عندك انت فانيليا سايله حطيها احسن، وطبعا احط السكر ومعلقه كريمه حلويات بتخلي طعمها حلو قوي، وبكده بقت متماسكه حلو قوي. انت لو عايزاها خفيفه في ايدك او عايزاها تقيله في ايدك برضه. وبكده هنزل بالبشاميل على البطاطا. وبكده بقى انا رايحه ادخلها الفرن وعلى 180. اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن من قبلها، ولو عايزه تحطي فيها مكسرات حطي، بس جوه البطاطا قبل ما تحطي البشاميل. وبكده انا طلعتها من الفرن وهي سخنه قوي، اما تبرد هقطعها لكم واوريكم. وبكده البطاطا بالبشاميل طلعت، ويا رب تعجبكم.